السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم كتاب بني في الساينس للصف الخامس الابتدائي، فصل الدراسي الأول، المنهج الجديد سنة 2024. وطبعا زي ما تعودنا وزي ما وعدتكم وزي كل مرة بقول نفس الكلام، ادخل على القناة قناة ماما وزياد التعليمية، هتلاقوا كل الكتب الخارجية موجودة على القناة بجميع أنواعها، سواء كان عربي، رياضة، علوم، دراسات، إنجليزي، ماس، ساينس، تكنولوجيا، المعلومات، كل الأنواع، المهارات، كل الأنواع، الأضواء، صلاح التلميذ، الباهر، الماهر، قطر، الندى، سندباد، بيت باي بيت، بوني، ستيب أهيد، الأستاذ، كل الكتب اللي ممكن تتخيلوها موجودة على القناة بجميع أنواعها، جميع المواد وجميع الأنواع. ادخل واتفرج على الكتب، يا رب تعجبك عشان نقدر نقرر ايه هو احسن كتاب خارجي نشتريه. كل اللي عليك تعمله انت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة، مش بس اشتراك، اهم حاجة علامة التخصيص للجرس عشان بمجرد ما يوصل اي كتاب، اي ملخص، اي مراجعة، اي شرح توصل لكم على طول. ادخل واتفرج على الكتاب للاخر ويا رب يعجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قناة ماما وزيادة التعليمية.